كنموت بالعيا في رمضان، ما كنعش بزاف، مطحطحه، ولا برودكتيفيتي عندي في الخدمه حالتها. اشنو اللي كيخلي بعض الناس في رمضان كيعانيو من هذا الشيء؟ اول حاجه هي الماكله. بزاف الناس كيبدلوا لو ريجيم اليمونتير ديالهم في رمضان، كيوليو عاطين بزاف للسكر. السكر عدو مبيد للصحه. بيرسونيلمون ما كنبدلش مون ريجيم في الفطور ديالي انا. نو سي با فري. غنقول لكم واحد القضيه، كندير الزرده 3 ايام الاولانيه. 3 ايام الاولانيه كنحيد شهوتي من كل شيء، ها التمر، ها الشريحه، ها الشباكيه، ها لي جو، ها المهم كنرونها مزيان. علاش؟ باش ما كتكونش فيا لا فرستراسيون. ملي كندير الصواب مع راسي ديال 3 ايام صافي سالينا، من موراها الماكله كتكون سان، اللي هي فطور عندي بحال الغدا ولا العشاء، سيتادير سويبا دي سالاد لي بروتيين سالينا، اي العشاء كناخذ فيه عاوتاني اون سوب ولا دي بروتيين اولا دي فري اي دي ليتاج ديال المعزه دو بريفيرونس، حيت انايا جو سو انتوليرونت لو لي ديال لافاش. ثاني حاجه قلت النعاس، كنوليو كنعسو معطلين وكنفيقو بكري، سورتو بالناس اللي هما خدامين. لا يعقل تنعس في الجوج ثلاثه واربعه وخمسه الصباح وتمشي تخدم، يحسب لك راسك غتكون بروديكتيف، هادي ما كايناش. انا في رمضان واعوذ بالله من قوله انا، الانرجي ديالي ما كتبدلش ولا برودكتيفيتي ديالي ما كتبدلش. علاش؟ حيت غير كنطبق هاد الاسرار اللي هما كنعس ديما في الوقت المضبوط اللي هو قبل من 12 الليل. علاش؟ حيت كاع لو سومي اللي كيدير قبل من 12 الليل فيه المنفعه، كاع النعاس اللي كيجي من مورا 12 الليل ما فيه منفعه، والواحد كيفيق من موراها مطحطح. الناس اللي كيتسحروا ما كاين باس، ينعسوا بكري، مي باغ كونطخ يديروا المكانه ويفيقوا باش يتسحروا عاودوا يرجعوا ينعسوا اولا يصليو. هاد لو ريجيم اليمونتير كنوعدكم ملي كديروه نو سولمون كتضعفوا، ثاني حاجه كتنعسوا مزيان وكتنعسوا خفاف، ثالث حاجه كيكون عندكم واحد الطاقه بانا لا جورني اللي هي خياليه. فيما كتشوف الاخرين دايرين هكا ولاويين، انت ما شاء الله عليك عندك الطاقه وعندك لا برودكتيفيتي اللي هي فريمون فريمون مرتفعه. حاجه ثالثه اللي هي كندير تاهي في رمضان وفريمون نافعاني مزيان، اللي هي السبور ديما قبل من الفطور. ولكن انا معوده ندير سبور، سبور قبل الفطور. بوغ الناس اللي ما معودينش يديروا سبور يقدر يكون خطر على صحتهم. علاش؟ حيت لو كور اللي ديزيدغاتي ما فيهش الماء صايم نهار كامل، كتولي كتجاهد الجهد اللي فوق من جهدك وما بقاش عندك فين تبويز الماء سورتو. دونك نرد البال، الا حنا سبورتيف، الا انت سبورتيف ولا انت يا سبورتيف، ما فيها باس دير لو سبور قبل من الفطور. ماشي سبورتيف، نشوف مع الطبيب ديالي وندير لو سبور بوتيتر مور الفطور. علاش؟ كتخويشي الذات فين يجي شي. هادو ثلاثه د الحوايج عطيتهم لكم ساهلين بالمنفعه، وسورتو ما تثقوش كلمه بهادشي اللي كنقول لكم وكنخرف عليكم، مي جربوه. اون فوا تجربوه غنطلب منكم تخليو ليا ان كومونتير لي ريزولطا اللي حصلتوا عليهم في هاد رمضان. رمضان كريم لكم كاملين، ويا ربي ترفع علينا هاد الوباء. سيتي ناهد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.